نقول وبالله التوفيق بداية، قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بمتن أبي شجاع أو بمتن غاية الاختصار، قال: وأي موضع، وأي موضع، أي هذه كلمة شرطية، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. هذا هو كلام الإمام أبي شجاع، وهو يريد أن يؤسس لأحوال متعددة في العلاقة بين الإمام وبين المأموم. والأحوال التي بين الإمام والمأموم كما ذكر علماؤنا أربعة: أن يكون كل من الإمام والمأموم بمسجد، الإمام في المسجد، المأموم في المسجد، ويصلي المأموم خلف الإمام فيه، وإما أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد. وغيرية المسجد تشمل صورتين: إما أن يكون الإمام والمأموم في فضاء أو في بناء، أو أحدهما في فضاء والآخر في بناء. وهناك صورة وهو إما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو إما أن يكون المأموم الإمام خارج المسجد والمأموم داخل المسجد. يبقى هذه أحوال متعددة، يبقى هي أحوال متعددة. الحالة الأولى أن يكون بمسجده، أن يكون بغيره دي الحالة الثانية، ومن غيره دي يدخل تحتها أن يكون الإمام والمأموم في فضاء. فضاء يعني إيه؟ يعني كصحراء، كمكان واسع غير منغلق، أو في بناء، أو أحدهما في بناء والآخر في خلاء يعني صحراء. وإما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس. ولكل واحدة من هذه حكم يخصها ولا بد من التعرض له، لأن الصلاة خير موضوع والسؤال عنها كثير، وينبغي أن يكون الإنسان مدركا ومطلعا على مثل هذه الأمور، لأنه يتلبس بها ويسأل عنها. بداية عبارة أبو شجاع: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأ، يبقى ده إيه؟ جواب الشرط. المحققون، وأنا أقصد بهم الإمام الباجوري في مثل هذا، تعاملوا مع النص تعاملا حرفيا، وتناولوه من الجهة والصناعة النحوية والتركيبات العربية، فقالوا: أي اسم شرط، هو اسم مش حرف، أي اسم من أسماء الشرط. شرط يعني إيه؟ يعني عندي جملة الشرط وجملة الجواب أو الجزاء. وأي موضع صلى كذا كذا كذا، يبقى دي جملة الإيه؟ جملة الشرط. أجزأ، يبقى دي جملة الإيه يا أولاد؟ جملة الجواب. وأي موضع كذا 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 صلى أجزأه. فاسم شرط جازم مبتدأ، يبقى أي دية اسم، وهو شر وهو جازم، ويقع موقع المبتدأ، والخبر يكون في الجواب، يعني هو مبتدأ وخبره في الجواب. خبره جملة، لا مش في الجواب، في جملة الشرط. خبره جملة الشرط اللي هو إيه؟ وأي موضع صلى،
صلى ديت تبقى هي خبر أيو. فاهمين؟ وهو صلى. والرابط ما بين الشرط، الرابط ما بين ايه؟ ما بين المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ والخبر لابد أن يكون بينهما رابط. والروابط كما ذكرها علماء النحو على أربعة أنحاء. فلا بد من وجود رابط بين المبتدأ اللي هو أي، والخبر اللي هو جملة صلى. إيه الرابط؟ قالوا الرابط فيها، ارجع كده انظر، صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه. والرابط مقدر تقديره فيه، صلى فيه يعني في هذا الموضع. ما هو بيقول له ايه؟ واي موضع صلى. ايه اللي هيربط صلى؟ ما الذي يربط صلى باي موضع؟ هو الضمير، لان الضمير من الروابط، اسم الاشاره من الروابط، اعاده المبتدا بلفظه من الروابط. واخد بالك؟ الحقه ما الحقه، رابط اهو. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك رابط اهو. يبقى هنا الرابط ايه؟ الضمير. الضمير ده رابط ما بين المبتدا وما بين الخبر. صلى فيه اي في هذا الموضع. وذكر المحقق لذلك مثالا، السمن منواني بدرهم. السمن هو مبتدا، خبر منواني بدرهم. أين الرابط؟ ما هو ما فيش رابط قدامي، السمن والمنوان بدرهم، فين الرابط ما بين المبتدأ والخبر؟ ما الذي يمسك المبتدأ بالخبر؟ ذلك الضمير المحذوف المقدر منه. فبيقول له السمن منواني بدرع. فين منوان؟ يعني ايه منوان؟ يعني عبارة عن كيل من الأكيلة، زي 2 كيلو يعني، ال2 كيلو بدرهم. بدرهم يعني ممكن نغير ونقول ب5 رنجت، طبعا لأن المعظم الآن معنا من ماليزيا فنعبر بعبارات الماليزيين، ولأن الرنجت خير حال من الجنيه وفيه صحة وعافية عن الجنيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجنيه أن يسبق الرنجت أو أن يكون معه بمنزلة واحدة يوم القيامة. طيب، قال السمن منواني بدرهم أي منه. يبقى منواني منه يعني من هذا السمن بإيه؟ بدرهم. وأي موضع يعني أي مكان من الأماكن. صلى، صلى هو هنا بيتكلم على الرابطة، مين اللي صلى؟ يعني صلى المأموم حال كونه مرتبطا بصلاة الإمام، وهو عالم بصلاته. ده الشرط كده، انه شرط القدوة ان يكون المأموم عالما بصلاة الإمام. والعلم له صور متعددة كما سيأتي الكلام عليها بعد ذلك، إما أن يكون عالما بأن يرى الإمام، أو أن يرى من يقتدي خلف الإمام، أو أن يسمع تكبيرات الإمام، أو أن يسمع المبلغ عن الإمام. كل هذه من قبيل العلم بانتقالات وأفعال الإمام. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو، من هو؟ يعني المأموم، عالم أي بأي وسيلة من وسائل العلم حتى يمكن للمأموم أن يتابع الإمام، لا بد أن يكون عالما بصلاته. وهو عالم بصلاته أي بصلاة الإمام كما في الشرح أجزأه. ثم قيد ذلك بأنه يشترط
ألا يتقدم الإمام مأموم على الإمام في الصلاة. ده شرط لصحة القدوة لا لحصول ثواب الجماعة، ألا يتقدم. وسوف نتكلم على صور التقدم، لأنك إما أن تكون واقفا، ما المعتبر في التقدم حال الوقوف؟ وإما أن تكون جالسا، ما المعتبر في يعني التقدم في حال الجلوس؟ وإما أن تكون مضطجعا، ما المعتبر من التقدم في حال الاضطجاع؟ وإما أن تكون مستلقيا، ما المعتبر في التقدم في حال الاستلقاء؟ يا أخوانا كل ده يبين لنا شيء مهم جدا، إن المذاهب الفقهية مذاهب مستوفاة في البحث وفي التدقيقات، ولذلك بقيت إلى يومنا هذا، ولذلك خدمت كل مرادات الخلق، إما بالصراحة وإما بالإلحاق. ولذلك شوف التقدم، هو إيه التقدم؟ وهل يا ترى التقدم يعني في الموقف، ولا تقدم في الأفعال، ولا ده كلام إيه ده؟ كل ده جاوبوا عليه. طب ده بيدل على إيه؟ لا، ده بيدل على إن المنظومة المذهبية منظومة مستوعبة، ومنظومة مكتفية، ومنظومة حق لها أن تقلد. ومن أجل ذلك لا نأخذ بغير الأربعة إلا لضرورة إفتائية. لماذا؟ لأن المذاهب الأربعة خدمت المسائل خدمة واسعة. ما لم يتقدم ومسك، ما لم يتقدم بقى وتصور هو يتقدم في الوقوف ولا في الاضطجاع ولا في النوم ولا في الاستلقاء ولا طب هو جوه الكعبة ولا بره الكعبة؟ ماشي كده، ماشي، وما زال يستوفي البحث بالأجوبة والاستيعاب. ما لم يتقدم، وهذا شرط آخر، وهو أن يكون بمسجد. العلم بصلاة الإمام ده شرط. رقم 2 عدم التقدم على الإمام. وهناك تفاصيل ولا يضر من الفوائد، ولا يضر كون أحدهما يعني المأموم أو الإمام. ممكن المأموم يكون عالي والإمام منخفض أو العكس، وهما في المسجد، فلا مانع، لا مانع من ذلك، من أن يكون أحدهما على مرتفع والآخر على منخفض، أو الإمام على سطح المسجد والمأموم تحت، أو العكس. إلا أنه يكره ارتفاع المأموم على الإمام. يعني لا يضر معناها إيه؟ معناها لا يضر في الاقتداء، لا يضر في بطلان القدوة. وإن كان الأفضل أن يكون الإمام مرتفع والمأموم منخفض، إلا أنه يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه. ده العكس كمان مكروه. يبقى ينبغي أن يكون المأموم والإمام مستويان في الموقف، لا يكون أحدهما مرتفع. هذا من قبيل الاستحباب ومن قبيل الأدب. وأما إن حصل هذا فلا بأس بالاقتداء، والاقتداء في ذلك صحيح. وقيد أصحابنا ذلك بما إذا أمكن، يعني أمكن أن يكون الإمام والمأموم في مكان مستوي. هب أن المسجد ممتلئ وفي دور تاني، وصعد المأموم للدور الثاني وصلى، يبقى هو مرتفع عن الإمام أهو، طيب، لكنه لحاجة. وإذا كان لحاجة فإنه حينئذ لا بأس. وقال صلى في المسجد، يقصد هنا صلى في المسجد يعني المسجد خالص المسجدية، يعني خالص المسجد، يعني كل المكان ده هو غلب على ظنه أنه مسجد، ولم يشك في أن بعضه مسجد وبعضه إيه؟ بعضه ليس مسجدا.
قال له هو غلب على ظنه ان المكان ده كله مسجد، ومن ضمن المسجد ملحقاته اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الباركنج اللي الناس بيبقوا واقفينها ايضا للمسجد من قبيل المسجد. قال بصلاة الامام، يعني رابطا صلاته بصلاة الامام، وهو عالم بصلاته. طيب الحال ان المأموم عالم بصلاة الامام، فالشراح يقول لك والله وهو عالم، دي جملة حالية. طب وكيف يعلم بصلاته؟ ذكرنا طرق العلم وقلنا اما بمشاهدة المأموم للامام، يبقى هذه واحدة، او مشاهدة بعض صف، يبقى شايف صف من الصفوف اللي مقتدية بالامام، واما بسماع صوت الامام، ثلاثة، او صوت مبلغ، أربعة، أو إما أن يسمع صوت المبلغ، المبلغ اللي هو بينقل أقوال الإمام. طيب ما يعتبر في ذلك المبلغ؟ هل يعتبر كونه عدلا أم لا؟ المعتمد أنه لا يعتبر حيث وقع في قلب السامع صدق ذلك المبلغ، حتى ولو كان فاسق، هب ان المبلغ فاسق لكني انا مصدقه، خلاص يكفي هذا. يبقى الشرط ان يقع في قلبي ايه؟ صدقه. اجزاه من المتن، يعني ايه؟ قالوا يعني كفاه، لان الاجزاء والكفاية سيان، فالإجزاء بمعنى الكفاية والكفاية بمعنى الإجزاء. يعني إيه بقى كفاه؟ ويعني إيه أجزاؤه؟ يعني كفاه في صحة الاقتداء، يعني صار ارتباط صلاتي أنا المأموم بصلاة الإمام في هذه الحالة ارتباط صحيح وكافي، وتنبني عليه صحة القدوة. طيب وقالوا أيضا ويحصل به ثواب الجماعة، بس بشرط ما يكونش مساوي للإمام أو أبعد من الإمام، الصف اللي بعد الإمام بثلاثة أذرع. ما هم ضبطوا هذا بضبط مهم جدا، إنه لابد أن يكون ما بين الصف الأول وما بين الإمام ثلاثة أذرع، وما بين الصف الأول والصف اللي بعده ثلاثة أذرع، وهكذا. ولو لم يكن يعني الذي بعد الإمام كان أكثر من ثلاثة أذرع، القدوة صحيحة، ولكن ثواب الجماعة ضاع. هاب إن هو بينه وبين الإمام الصف اللي بعد الإمام أكثر من ثلاثة أذرع، يعني بينه ثلاثة أذرع دول كام؟ الذراع 61 سنتيمتر، في ثلاثة يعملوا لنا كام؟ حوالي 2 متر تقريبا. فلو كان ما بينك وما بين الإمام أنت الصف الأول 2 متر، يكفي ويحصل لك ثواب الجماعة. كان أكثر من 2 متر، 3 متر، 4 متر، أو كان بين الصف الأول والصف الذي بعده أكثر من ثلاثة أذرع، الصف الذي بعد ضاع ثواب جماعته. وكذلك ينبغي ألا يكون بينك وبين المصلي بجوارك أكثر من ثلاثة أذرع، ولذلك الشيخ الباجوري بيقول عليها هذه تعرف بمسألة تخرق الصفوف. يعني إيه؟ يعني الصف كده يبقى أنا واقف أهو، واقف جنب اتنين وجنب هنا مفيش، وبعدية بثلاثة متر كده في كمالة الصف، دي اسمها تخرق الصفوف. او بعدية مثلا باقل من ثلاثة اذرع، يعني وقف على جانبي احد، يبقى دي اسمها تخرق الصفوف. الصفوف لابد ان تكون متصلة. طيب ما هو ضابط يعني فوات ثواب انقطاع الصفوف الشخص عن الذي بجواره؟
أن يكون بينه وبين شخص آخر في نفس الصف ثلاثة أذرع فما فوق. يبقى فات عليه ثواب الجماعة. قال طيب، يبقى أول حاجة لابد في حصول ثواب الجماعة ألا يتأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أذرع، وألا يكون مساويا للإمام، ما بقاش واقف جنب الإمام مباشرة إلا لعذر، كان يكون مثلا الصفوف ممتلئة، واخد بال حضرتك، وهكذا. وكونه لا ينفرد عن الصف، لأنه لو انفرد المأموم عن الصف أو انفرد المأموم عن الصفوف فهذا الانفراد يضيع ثواب الجماعة مع صحة القدوة. وشرطوا كذلك فيما إذا كان المأموم داخل المسجد والإمام داخل المسجد ألا يتقدم المأموم على الإمام، ودي مهمة، ده شرط عدم تقدم المأموم على مين؟ على الإمام. طيب يتقدم بإيه؟ قالوا بجميع ما يعتمد عليه. أنت معتمد على إيه؟ تقول أنا معتمد على الله. ما كلنا معتمدين على الله، سيبك من الفزلكة دي. وأنت واقف تبقى أنت معتمد على إيه في وقوفك؟ والله معتمد على قدمي. طب أنت معتمد على صوابعك أيضا؟ بعضهم يعتمد على صوابعه وتبقى صوابعه يعني إيه مؤثرة في الوقوف، بس غالبا لا، لأن اللي بيقف ما بيعتمدش إلا على قدمه فقط، والصابع ما بيبقاش عليها معتمد. يبقى هو ده ما اعتمد عليه. يبقى ينبغي أن يكون المأموم متأخرا بقدمه في حال الوقوف بكل قدمه عن الإمام، وألا يتقدم شيء مما اعتمد عليه المأموم على شيء مما اعتمد عليه الإمام. لأنه ممكن أنا أكون بصلي خلف شخص جالس، يبقى هو بقى معتمد على ايه؟ جالس؟ يبقى معتمد على الآليتين. طب ممكن اكون انا بصلي خلف شخص مضطجع. هني نذكر الكلام اللطيف دوت. يبقى ايه الضابط؟ الضابط الا يتقدم المأموم بشيء مما اعتمد عليه على شيء مما اعتمد عليه الإمام. يعني بسيطة جدا، الإمام هو واقف في الغالب بيبقى معتمد على قدم، والمأموم على قدم، يبقى لا أتقدم على الإمام بما اعتمدت عليه لا بكله ولا بجزئه. ولذلك أهو العبرة في القائم بعقبه، العقب اللي هو فين؟ مؤخر القدم. يعني لا يتقدم بعقبه على عقب الإمام وإلا ضر. يبقى عقبي، ما ممكن أنا أكون رجلي صغيرة ورجل الإمام طويلة، فيبقى عقبي متقدم على عقبه وأطراف أصابعي متأخرة على أطراف أصابعه. ليه؟ لأنه رجلي كبيرة وأنا رجلي صغيرة زي إخواننا بتوع ماليزيا، واخد بالك، وإحنا المصريين يعني أصل إحنا خلي بالك جدودنا كانوا فراعنة، ما إن أنا يعني مش منتسب للفراعنة، والله أنا رجل منتسب لآل بيت رسول الله، فمعرفش عن الفراعنة حاجة إلا بالإقامة بس كده، لأن أنا مصري يعني، وإقامتي في مصر وحبي لها وولائي لها وانتمائي لها، إلا إن أنا يعني ما انتسبش لا الخوف ولا الخفرع ولا منقرع ولا أحد من الأهرامات ديت، أنا أنتسب إلى سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الفراعنة كانوا يعني إقامات كبيرة، خد بالك، فممكن يبقى الإنسان صغير حجمه صغير ورجليه صغيرة والإمام كبير،
وقدمه كبيرة، ممكن تبقى قدمه قد كده. طب والعاقب؟ العاقب تحته، يبقى عاقبي أنا متقدم على عاقبه. يبقى العبرة في القائم بعاقبه وهما مؤخر قدميه. فلو تقدمت بشيء من عاقبك على شيء من عاقبه بطلت صلاتك لأنك متقدم. حتى وإن تقدمت أصابعه، حتى لو كانت أصابعك، أصابع مين؟ أصابع الإمام متقدمة على أصابع المأموم. بس أنا المأموم عقبي متقدم على عقبه وأصابعي متأخرة عن أصابعه. يضر، لأن العبرة بيه مش بالأصابع، بالعاقب. أي شوف كده، تخيلها. ما لم يعتمد على الأصابع، لكن هاب إن هو كعبه الطبيب قال له ما توقفش عليه وامشي على أصابع رجليك، يبقى العبرة حينئذ بالأصابع لأنه قد اعتمد عليها. وفي القاعدي، هب أنه صلى من قعود أو إحنا جالسين في التشهد، إيه المعتبر؟ مهم، تأمل الحاجات دي، مهم جدا. وفي القاعدي بأليه، بأليه يعني ألا تقدم أليتين المأموم على أليتي الإمام. لو تقدم فهم جالسين في التشهد بطلت صلاة المأموم وصلاة الإمام صحيحة زي ما هي. وفي المضطجع بالجنب، نايم على جنب، ما يقولش أنا جنبي وأنا مأموم متقدم على جنب الإمام. سهلة والله، ما تتأملها، سهلة جدا جدا كمان. وفي المضطجع بجنبه. وفي المستلقي، أنا بصلي خلف مستلقي، يبقى لا تتقدم على رأسه. طب إيه هي بقى القاعدة العامة، أو بيقولوا عليها كده في التدقيق الفقه الضابط لأنه خاص ببعض الأبواب، أن يتقدم بجميع ما اعتمد عليه على جميع ما اعتمد عليه. يعني المضر هو أن يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جميع ما اعتمد عليه الإمام، يبقى حينئذ بطلت الصلاة وبطلت القدوم. وشرط في ذلك اللي هو ما لم يتقدم عليه أن يكون في جهته. وبس هنا عشان يعني الشارح أراد أن يدخل صورة الائتمام والقدوة في الكعبة، بس كده عايز يقولك لما نصلي، أما صلي أنا في الكعبة أحيانا ممكن الإمام يبقى قدام كده وأنا مع الالتفاف ده والدائرة دي أكون أقرب إلى الكعبة منه، وده بيبقى واضح في صلاة التراويح. قال في جهته، قال احترز عما لو كان عند الكعبة واستدار حولها. فإمام الحرم بيبقى في التراويح ما بيصليش قدام الكعبة، بيصلي في المنصة فوق. جميل، والناس بتأتم بيه، في ناس بتبقى متقدمة عليه، دي مشكلة عندنا. وفي ناس من الجهة المقابلة للكعبة بتبقى أقرب إلى الكعبة منه. كل اللي عندنا على المذهب، كل اللي تقدم عليه في جهته صلاته باطلة، لأن شرط الاقتداء أن يتأخر المأموم عن الإمام وألا يتقدم المأموم على الإمام. شايفها أنت، تصورها كده، بيبقى واقف فوق في المنصة وكل الناس في التراويح بيصلوا وراه، وفي ناس بتتقدم عليه. يبقى من تقدم عندنا على المذهب الشافعي صلاته باطلة. طب باب إنه هو بيصلي تحت مش فوق في المنصة، والتف الناس حوله، والجهة التانية للكعبة
احدهم اقرب الى الكعبه منه هو. ما هو لو اقرب الى الكعبه يبقى هو متقدم عليه، لان هو بينه وبين الكعبه الامام 3 متر والماموم بينه وبين الكعبه متر واحد بس، يبقى هو متقدم. ولكن هذا تقدم لا يضر لانه في غير جهه الامام. يبقى التقدم المضر هو التقدم الذي يكون في جهه الامام. أما إذا كان في غير جهة الإمام في صورة الكعبة إذا صلوا خلفها واستداروا حولها فلا يضر. فإنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام في غير جهته. بخلاف خلاص إحنا قلناها. ولا تضر مساواة المأموم للإمام. لا تضر في ايه يا مشايخ؟ ها؟ في ايه؟ لا تضر في ايه؟ ما هي اما ان تضر في الاقتداء او في ثواب الجماعه. عندنا مسالتين. لدينا مسالتان. هناك اخلال بالقدوه. وهناك اخلال بثواب الجماعة. فرقوا ما بين الاثنين عشان ده مهم جدا. معنى أنه أخل بالقدوة أن صلاته باطلة وأن اقتداءه فاسد. معنى أنه خل بثواب الجماعة دون القدوة أن القدوة صحيحة وأن متابعته للإمام متابعة صحيحة وصلاته مجزئة، غير أنه فاته 25 فاته 25 أو 27 اللي هو ثواب الجماعة. فلا تضر مساواة المأموم للإمام. يسوي يعني إيه؟ يعني يبقى عاقب في الوقوف مساوي العاقب في الوقوف، أليه في الجلوس مساوية لأليه في الجلوس. يعني لو خدنا خط مستقيم هيمشي منضبط ولا يتقدم بأليه في هذه الحال أو بجنبه أو برأسه. قال ولا تضر المساواة. المساواة فين؟ في صحة الاقتداء. وإن كانت المساواة مفوتة لفضيلة الجماعة، مالكش في فضيلة الجماعة حاجة، مالكش في السبعة وعشرين ولا السب 25. مثل ما لو قارن الإمام في الفاتحة، هو بيقرأ الفاتحة والإمام بيقرأ الفاتحة، فاتتك ثواب الجماعة، لأن الإمامة مبنية على المتابعة، ينبغي ألا تتقدم على إمامك لا في قول ولا في فعل. قرأت الفاتحة قبل إمامك فاتتك فضيلة الجماعة وصح الاقتداء. ركعت قبل ركوعه كذلك، سجدت قبل سجوده كذلك. قال ويندب تخلفه عن إمامه قليلا. يعني وانت بتصلي كده عن الإمام تأخر عنه شوية، هذا من باب الأدب. وكذلك كانت الصحابة تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب لو أنا تأخرت قليلا عن الإمام وأنا بصلي أنا وهو، فأنا تأخرت يبقى أنا هو منفرد خلف الصف. قالوا لا، لا تصير بهذا التخلف منفردا خلف الصف، لأن ده مطلوب. وإذا كان مطلوب فلا يعاقبك ولا يجازيك عليه الشرع، ولا تفوت به فضيلة الجماعة. وقال علماؤنا أنه يعني هذا يفهم منه أن الانفراد عن الإمام أو عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة، وهو أيضا مفوت لفضيلة الصف. يعني إيه؟ يعني أنا تركت الصف هكذا وفيه فسحة،
كي أقف ولم أقف، قلت خلاص خليني أقف بره في الصف لوحدي براحتي، بدل ما أضيق على نفسي خليني أقف براحتي. طيب يبقى أنت عملت إيه؟ يبقى أنت منفرد خلف الصف. طب والمنفرد خلف الصف ده فوت أمرين. الأمر الأول أنك فوتت على نفسك فضيلة الجماعة. الأمر الثاني أنك فوتت فضيلة الصف. فضيلة الصف هو ثواب الصف، ما هو الجماعة ديت في ذاتها ثواب، في الصف ثواب، في الالتزام بها ثواب، في كله ثواب. لكنك لما تركت شيئا فارغا في الصف ضيعت فضيلة ذلك الصف. طيب دي الحالة اللي فاتت خلصنا منها. الحالة اللي فاتت دي بقى يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها ان الامامة والمأموم داخل المسجد. الامام والمأموم داخل المسجد يجوز الاقتداء بشرطين اللي ذكرهم هنا الامام، وبعضهم ذكر اكثر من هذا، خلينا نقتصر بشيء ما. طيب وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد او العكس، لان كده صورتين، الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد كالحالة التي ذكرتها لكم منذ قليل، الست لا تصلي التراويح تصلي خارج المسجد والامام داخل المسجد، لكن بينهم شرفة مفتوحة، خد بالك. طيب يلا بقى نتكلم على الحالة دي لأنها حالة مهمة. قال يعني قال وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أو العكس، حال كونه قريبا منه، قريبا منه يعني ان يكون المأموم قريب من الإمام بحيث لا يزد ما بين الإمام والمأموم على 300 ذراع. الشرط هو ألا يزيد ما بين الإمام والمأموم على 300 ذراع. هو الذراع قد ايه يا اولاد؟ الذراع 61. اضرب 61 في كام؟ 300 ذراع، يعني هتعمل لنا حوالي 170 متر. 170 متر. يعني ينبغي ألا يزيد ما بين الإمام والمأموم على 170 متر. فالشرط ألا يزيد بين ما بين كل صفين أو شخصين على 300 ذراع تقريبا. مسافة ما بينهما هي دي المسافة التي ينبغي ألا يزيد عليها. وقالوا هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلا ضر نقص يسير. وهو أي المأموم عالم، أي حال كون المأموم عالم بصلاته، أي بصلاة الإمام بأحد الطرق التي ذكرناها قبل ذلك، إما أن يراه وإما أن يشاهد الصف الذي وراءه، أو إما أن يشاهد بعض صف، أو إما أن يسمع صوت الإمام، أو إما أن يسمع صوت المبلغ كما ذكر علماؤنا ذلك. قال ولا حائل هناك، يعني ينبغي ألا يكون بينهما حائل. يعني إيه؟ يعني يسهل الوصول إلى الإمام. مقصود الحائل أن يسهل وصول المأموم إلى الإمام إذا أراد. وشرط أن يكون ذلك بغير إزورار وانعطاف أوصل إليه مباشرة، ما روحش بقى أستدبر القبلة حتى أصل إلى الإمام.
وذكر هنا أشياء. ما هو احنا بنتكلم عليها مشايخ، ايه الصورة اللي بنتكلم عليها؟ احسن في ناس ما تكونش معانا. أني الصورة اللي بنتكلم عليها؟ الإمام جوه والمأموم بره أو العكس، صح كده؟ طيب الإمام جوه والمأموم بره أو العكس، هل ينبغي إنه هو ما يبقاش ما بينهم باب مقفول في الابتداء ولا يضر هنا الباب المغلوق في الابتداء بخلافه في الأثناء؟ ويضر، يضر يعني. هب الصورة اللي أنا ذكرتها إن النساء ابتداء في صلاة التراويح أغلقوا الباب، لأن هو إيه اللي حصل؟ إيه؟ إن الإمام في المسجد والنساء في مبنى جنب المسجد وبينهم وبين الإمام شباك يرون الإمام فيه، وأول الصلاة أغلقوا الشباك قبل ما يقولوا الله أكبر. يضر في القدوة، لابد أن يكون مفتوحا. طب هم إن إحنا ابتداء كنا فاتحين الشباك الذي بيننا وبين الإمام وأغلقناه في الأثناء، هل يضر؟ الشيخ البجوري بيقول لا يضر. أنتوا هتجننونا. في الابتداء يضر وفي الأثناء لا يضر، ما هي القاعدة في هذا؟ قال القاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن الأمر لما انعقد انعقد على الصحة والأصل استمرارها، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ده بالنسبة للإيه؟ طيب ويضر هنا الباب المردود في الابتداء، وفي كلام تاني. قال عالما بصلاة الإمام ولا حائل هناك، يعني لا حائل بين الإمام وبين المأموم، لأنه لو وجد حائل بين الإمام وبين المأموم كان ما بين الإمام والمأموم باب مسمر أو حائط ومفيش يعني فتحة ما بينهم، لا شباك ولا باب مردود ولا 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 ولا. قال هذا يضر. جاز الاقتداء، اللي هو إيه بقى جاز؟ فيما إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه أو العكس، وكان بينهما باب مفتوح أو شباك مفتوح أو مردود، قالوا في هذه الحالة يجوز الاقتداء. طيب المسافة ما بين من في المسجد، ما بين من في المسجد وما بين من خارج المسجد تعتبر من، افرض الإمام جوه المسجد والمأموم بره المسجد، المسافة اللي هي 300 ذراع تعتبر بإيه؟ ما بين المصلي وما بين الشخص الثاني، ولا ما بين المسجد وما بين اللي بره المسجد؟ قالوا لا، تعتبر من ما بين المسجد وما بين من خارج المسجد. قالوا وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد، وإن كان المأموم وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد. دي بقى الحالة رقم 3. ليه؟ لأن احنا ذكرنا أن يكون الإمام والمأموم داخل المسجد، أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، أن يكون بالعكس، يبقى كم حالة كده يا مولانا؟ 3 أحوال. طبعا عندي حالة رابعة، وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، يبقى دي الحالة الرابعة يا أولاد. الحالة الرابعة دي كما يقول المحقق خلفها 4 صور. خلفها كام؟ يعني تحتها 4 صور.
إما أن يكون في فضاء بالصورة الأولى، أن يكون الإمام والمأموم في خلاء، في صحراء، في مكان فاضي، وإما أن يكون في بناء كالشقة اللي احنا جالسين فيها هنا كده، نجم بيصلي وأنا بصلي وراه في أي غرفة من الغرف الداخلية في بناء أهو، أو إما أن يكون الإمام في بناء والمأموم في خلاء أو العكس. يبقى كده كام؟ أربعة. الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أولاد، إما أن يكون في فضاء وإما أن يكون، خلصنا منها. طب لو كانت الحالة هذه، قالوا فالشرط ألا يزيد ما بينهما، فالشرط في هذه ألا يزيد ما بين الإمام والمأموم، وكذا ما بين كل صفين أو ما بين كل شخصين على الجوانب ممن ائتم بالإمام خلفه وراه أو جنبه على 300 ذراع، اللي هي يعني احنا المسافة اللي احنا قلنا عليها، أي بذراع الآدمي تقريبا، وألا يكون بينهما حائل. والشرط ألا يكون بين الإمام وبين المأموم حائل مما مر كالباب المردود ابتداء بخلافه دواما، والباب المغلق بقى المسمر والحائط، فإن لم يكن كذلك فيصح الاقتداء ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طارقوه. من اللي ماشي فيه ده حائل، ده عبارة عن شارع ما بين الإمام وبين المأموم، قال مش مشكلة. طب ولو نهر ما بين الإمام والمأموم، قال برضك مش، أيضا مش مشكلة، وإن احتاج إلى سباحة إلى عوم. ومن الفوائد اللي ذكرها الشيخ البجوري إن السباحة من العلوم التي لا تنسى لأنها ملكة كقيادة السيارة، ممكن الإنسان يسوق السيارة ويقودها وبعد 50 سنة يسوقها، من العلوم التي لا تنسى. فصل. يتكلم في هذا الفصل على 3 أشياء، على قصر الصلاة، وعلى الجمع بين الصلاتين بسبب السفر، وعلى الجمع بين الصلاتين بسبب المطر. يبقى احنا عندنا جمع بالمطر وجمع بالسفر. ولا أبو شجاع تكلم على هذه 3، على القصر، على الجمع بنوعيه، والأصل في الجمع كما قال الشراح الإجماع، أجمع أهل العلم على أن قصر الصلاة الرباعية مشروع. واستدل أصحابنا بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض، ضربنا في الأرض يعني سافرنا فيها، سافرنا يعني انتقلنا من مكان إلى مكان على جهة السفر. ومثل الضرب في الأرض البحر، ركبنا السفينة وانتقلنا من مكان إلى مكان بما يسمى سفرا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما قال ربنا سبحانه وتعالى إن خفتم، وقد أمن الناس، يعني هو فهم الشرط على شرطيته، فإذا ضربت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكأنه فهم من الشرط أن القصر مربوط بحالة الخوف، فاستعجب ذلك وسأل عمر وقال له يا عمر كيف تقصرون وكلام الله واضح ويقول إن خفتم والشرط حجة،
لان ده اسمه ايه؟ مفهوم الشرط. ان خفتم وان لم تخافوا فلا تقصروا. قال له عمر: عجبت مما عجبت، يعني انا تعجبت من هذا، لان انا رجل عربي، والعرب، وهذا ايضا دليل على يعني حجية مفهوم الشرط، والعربي يفهم من الكلام انه في حالة الامن لا يكون مشروعا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة. يعني هو صدقة، اللي هو ايه؟ اللي هو القصر. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني دي عبارة عن منحة ربانية وينبغي عليك أن تقبلها. وإن مفهوم الشرط هنا يعني غير مراد، والأصل في الجمع. أخبار كثيرة وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشياء ذكرها الترمذي وأشياء ذكرها أبو داود. واختلف علماؤنا في متى شرع القصر، بعضهم قال في السنة الرابعة، وبعضهم قال في السنة الثانية، وبعضهم قال بعد الهجرة بأربعين يوما. أما بالنسبة للجمع فاختلف، اختلفش بقى اللي عندي واحد، فقيل بأنه قد شرع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك. قال أبو شجاع: ويجوز. علماؤنا لما تكلموا في جواز القصر قالوا هو تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المسافرين بسبب ما يجدونه من متاعب السفر ومشاقه. ولذلك ورد في يعني صحيح البخاري: السفر قطعة من العذاب. وسئل إمام الحرمين بعد أن جلس مكان والده يدرس، وقيل له: يا إمام، لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة الأحباب. وقال علماؤنا: قوله يجوز يفهم من كلمة يجوز إن الإتمام أفضل من القصر، إلا إن بلغ سفره ثلاث مراحل. يعني إيه ثلاث مراحل؟ المرحلة يا أولاد تقريبا 45 كيلو، يبقى 130 كيلو. بلغ سفره ثلاثة مراحل يعني 130 كيلو، ولم يكن هذا مما اختلف في جواز قصره، فحينئذ يكون الأفضل القصر. أقل من ثلاثة مراحل أو ثلاثة مراحل والقصر مختلف فيه، يكون الإتمام أفضل للاتباع. وخروجا من خلاف أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة قال إذا كان سفر ثلاثة مراحل وجب عليه القصر ولا يجوز الإتمام. طيب خش على اللي بعده. للمسافر، المسافر اسم فاعل من السفر، واسم الفاعل حقيقة في المتلبس بمصدره. يعني ما يقول لك مسافر يبقى هي مشايخ، يبقى متلبس بالسفر، مش يبقى عازم على السفر، يعني لا يكون عازما، وإنما هو متلبس بالسفر. والسفر عبارة عن قطع مسافة من مكان إلى مكان، وسمي سفرا من السفر وهو الظهور، لأن السفر يظهر أخلاق الرجال. يقول لك يسفر عن أخلاق الرجال. عايز تعرف واحد سافر معاه، تعرف بقى يعني وضعه ايه وقصته ايه
وعند ذلك يجوز لك أن تحكم عليه. بتقولش والله فلان ده حاجة رائعة جدا، أكلت معه، شربت معه، سافرت معه، ها، عاشرته ومارست حياته، تعرف أخلاقه. قال: وابتداء السفر يكون من مجاوزة سور المدينة في اتجاه البلدة التي تقصدها. ده قديما بقى كان في بقى أسوار، عندكم في ماليزيا في أسوار للمدينة؟ مفيش. طب نستعيد حينئذ، أو الآن نستعيد بإيه؟ بنستعيد بالرسم الجغرافي الحديث لكل مدينة ولكل محافظة اللي بنقول عليها الكارتة. الكارتة دي مكان، وانت مسافر تقف وتدفع مال، هي دي يعتبر قريبة من سور المدينة. وابتداء السفر مجاوزة سور المدينة التي هو فيها في اتجاه مقصده. واتكلموا بقى كلام بقى قديما، لأنه خلاص دلوقتي أصبح العلم الحديث خط كل مدينة وحددها بحدود دقيقة، والحمد لله استغنينا عن الأشياء القديمة. بس لما نقرأ كتاب كبير نقرأه، مفيش مانع. طيب، قال: قصر الصلاة الرباعية، يعني للمسافر أي الذي تلبس بالسفر أن يقصر الصلاة الرباعية. الصلاة الرباعية بقى اللي هي إيه؟ قال اللي هي المعهودة، اللي هي المكتوبات مش المنذورة. ولذلك علماءنا قالوا قال في الصلاة للعهد، العهد الشرعي اللي هي إيه؟ اللي هي المكتوبة. قالوا المكتوبة أصالة حتى يخرج المنظورة ويخرج النافلة، يبقى بالمكتوبة خرجت النافلة وبالأصالة خرجت المنظورة. طب وأما المعادة، أنا أعيد الصلاة وأنا مسافر، صليت الرباعية ثنائية ثم وجدت جماعة كبيرة مسافرين يصلون، فهل لي أن أصلي معهم وأقصر أم لا؟ قالوا يجوز لك، بس بشرط أن هم يقصر، سواء كنت إمام أو كنت مأموم. الرباعية خرجت بها الثلاثية والثنائية فلا يجوز قصرها على المذهب، لأن عندنا قول كما يقول المحقق البجولي، عندنا قول بأن الثلاثية يجوز أن تقصر إلى ثنائية، ولكنه يعني قول ضعيف وشاذ ولا يجوز العمل به. وجواز قصر الرباعية يكون بخمس شرائط، يعني شروط الجمع خمسة، وهناك شروط أخرى تركها. اسمع بقى معاي: دوام السفر في جميع صلاته، يعني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. ما أنا ممكن أروح اسكندرية وأجلس يومين، أقصر، هاب إني أنا وأنا أصلي نويت إني أنا أجلس كمان 10 أيام، يبقى أصبحت مقيم، يبقى كده انقطع السفر. دوام السفر يقينا في جميع صلاته، بس هم فرضوها في صورة أخرى يعني، فلو انتهى سفره فيها قلت كده الله أكبر مثلا، وأنا أصلي في الطائرة وطولت ووجدت الطائرة دخلت في المجال المصري، دخلت في المجال عاصمة القاهرة، خلاص سفر انتهى،
طب ده صلاتي، قال يبقى ما تقصرش تم، لأنها صلاة اجتمع فيها السفر والحضر، فيقدم الحضر على السفر. والثاني من الشروط على ما ذكر المحقق، قصد موضع معلوم بالجهة. يعني ما امشيش كده اطلع الى الطريق واقول زي كما تأتي، يعني كما يعني اذهب، يعني اركب السيارة واقول مطرح ما توديني السيارة، يعني ايه؟ يعني كيفما تتوجه. انا ماشي بالسيارة ومرة واحدة لقيت نفسي بعد ساعتين دخلت مجال مدينة الاسكندرية، وانا طالع من القاهرة، بس وانا ماشي لم اقصد موضع معين. انا قلت كده هتمشى كده بالسيارة واشم الهواء، وانا عمال اشم في الهواء اشم لقيت نفسي داخل على اسكندرية بعد 3 ساعات. يبقى بداية لم اقصد جهة معينة، ولذلك لا اقصد. طب افرض ان انا خارج من القاهرة وقصدت الاسكندرية، قال لي ينفع اقصد. طب انا قصدت من الاسكندرية لجنة الفتوى التابعة لدار الافتاء في خالد بن الوليد، ما ينفع. يبقى اما ان تقصد الجهة الكبرى واما ان تقصد المكان الشخصي، هذا صحيح وذلك صحيح. الشرط الثالث التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة. يعني وانت بتصلي وانت بتقصر لا تنوي الإتمام، فإن نويت الإتمام وجب عليك أن تتم، لأن الصلاة اجتمع فيها موجب الإتمام وموجب القصر، فيقدم موجب الإتمام على موجب القصر. أو إنك أنت تتردد، يا ترى ما صليها بقى تم وخلاص، ولا خليني قاصر زي ما أنا، لا إيه تم خلاص ترددت تم. أو إنك أنت تشك، يا ترى أنا نويت القصر ولا نويت الإتمام؟ تم، شكيت على طول، حتى وإن تذكرت حالا ما نويت. والرابع بناخد من الايه المعاني الكلية من الشروط، شروط مهمة. وانت بتذاكر ذاكر بقى الجزئيات، ان يكون سفره لغرض صحيح. يعني وحضرتك مسافر لابد ان يكون لك غرض صحيح ودافع معين على السفر، ويكون هذا الدافع صحيح. ان يكون لزيارة، والله انا رايح ازور يعني سيدي المرسي ابو العباس وهو من اولياء الله وتلميذ سيدي ابي الحسن الشاذلي، او رايح ازور صاحب البردة الامام البوصيري، روح لك مقصد معلوم. ده انت ذهبت حتى تزور اهل الله، لعلك ان تكون في زمرتهم وفي صحبتهم، اللهم امين. او ذهبت لتجارة، رايح حضرتك تشتري سيارة من هناك او تشتري سمك من على البحر لان هناك السمك جميل مثلا، يعني او حج، او ذهبت تحج الى بيت الله العتيق، ففي هذه الحالة لك ان تقصر لان لك مقصد صحيح، لا مجرد التنزه ورؤية البلاد. انا رايح اصيف، ها مولانا انا رايح اصيف في الاسكندرية او في العجم الهانوفيل مثلا، قال لا مجرد التنزه ورؤية البلاد، يعني لا قصر للذي سافر من اجل المصيف يا مولانا. ده الغرض ايه؟ الغرض التنزه، الغرض ان انا هسافر يعني فرنسا حتى اشاهد يعني برج ايفل وارحب واهنئ الاخ اللي مسك رئاسة فرنسا. طيب
فإنه ليس من الغرض الصحيح لأصل السفر، بخلاف ما لو كان. طيب ده كلام بقى آخر، مش هنخش في تفاصيل التفاصيل. الخامس، العلم بجواز القصر، أن يكون عالم أن القصر جائز، مش دخل كده وهو ما يعرفش فوجد الناس يصلون ركعتين وهو مسافر فصلى معهم وسلم، وبعد ذلك راح سأل المفتي قال له أنت كنت عارف القصر وأنت بتصلي؟ قال له لا، بس وجدت الناس يصلون فصليت معهم. ده ناس ديت يعني لابسين عمة من أزهر، واللي لابسين عمة من أزهر دولت يعني الأصل فيهم أنهم علماء يعني، واخد بالك؟ طيب كفاية كده النهاردة الخمسة دول، مع أن الدرس جميل. وأن يكون سفره في غير معصية، ده شرط من الشروط، أن يكون المسافر مسافرا لغير معصية، يعني ليس الدافع وليس الحاث على السفر المعصية، أي بسبب المعصية. يعني إيه اللي مخليك تسافر؟ ما الذي دفعك إلى السفر؟ اللي دفعه إلى السفر المعصية. لماذا؟ قالوا لأن السفر ده، القصر ده رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من أن يكون في غير معصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا وآمنا. اللهم اغفر لنا وافتح علينا، اللهم اغفر لنا وافتح علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقونا بالإيمان، وصحح مفاهيم هذه الأمة واجعلها على طريق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظنا واحفظ قلوبنا واحفظ عقيدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا هويتنا، اللهم احفظ علينا موروثنا. اللهم إنا نسألك ألا تفتننا بعد أن هديتنا، اللهم لا تفتننا بعد أن هديتنا، وإن أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أكرمنا بحسن العبادة وحسن القيام والصيام ومعاملتك يا رحيم ويا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تهدي كل شباب المسلمين، وأن تجنب وطننا مصر كل الفتن والملاحم يا رب العالمين، وأن تعيد له أمنه الاقتصادي كما كان. اللهم أعد عليه أمنه الاقتصادي كما كان، وأعد عليه أمنه في كل الجوانب يا رحيم ويا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.